قصة محمود فوزي. محمود فوزي بطل المصارعة المصري، اتهم بشكل مباشر انه الاتحاد المصري للمصارعة كان بيجامل ناس ويسفرهم الاولمبياد والبطولات، منها بطولة البحر الابيض المتوسط، لانهم قرايبهم او معارفهم، وقال انه اتظلم. ومعانا الفيديو بتاع محمود يا شباب، معانا القديم. هفكركم انا قلت ايه ساعتها، نشوف كده القديم عشان اقول لكم الجديد. حسبي الله ونعم الوكيل، دي في كل مسؤول دفع بقريبه علشان ياخد حظ واحد موهوب وقريبه غير كفء. ابن خلدون في مقدمته العظيمة يا جماعة قال: عندما تفتقر الشعوب إلى العدالة سيحل مكانها الخراب، عندما تختل كفة ميزان العدالة توقع من المظلومين ليس دعوات وإنما إشعال لنار بسبب جرثومة الفساد. أنا بقول اللي قاله بتصرف، وساعتها هتلاقي الأقزام بيحاولوا يبقوا عمالقة، وهتلاقي حتى اللي مالهمش صوت بيغنوا، وهتلاقوا اللي مش موهوبين بيتصدروا مكان عديم الموهبة. هي دي الكارثة اللي بتحصل في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللاعب الأولمبي محمود فوزي رشاد، لاعب منتخب مصر للمصارعة. في البداية أعرف الناس، بس أنا حاصل على ذهبية البطولة العربية في المغرب، حاصل على ذهبية الأندية العربية، حاصل على ذهبية بطولة أمم أفريقيا كذا مرة، واخد ميدالية فضة في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية، واخد ميداليات ذهب وفضة وبرونز في بطولات دولية في ألمانيا وفي أسبانيا وفي بولندا وفي المجر، والحمد لله السنة اللي فاتت واللي قبلها كنت مصنف من أحسن 10 في العالم، والحمد لله عملت لمصر كتير جدا في بطولات ومحافل دولية وعالمية. الموقف اللي حصل ده مش أول مرة يحصل معايا. السنة اللي فاتت في بطولة العالم 2017 اتشلت من بطولة العالم لأن في لاعب كان موجود في معسكر المنتخب، اللاعب ده والده صاحب الأستاذ فرج عامر اللي هو رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وماسك لجنة الشباب أو حاجة، لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب حاجة كده، وصاحب شركات فراجيلو و معروف يعني في مصر. المهم السنة اللي فاتت اتشالت من بطولة العالم بسبب إن الراجل ده ضغط على الناس في الاتحاد عشان اللاعب ده يسافر، واللاعب ده سافر بطولة العالم اوريدي فعلا السنة اللي فاتت وخسر عدم تكافؤ 10-0 من أول مباراة بره. السنة دي احنا بنستعد لدورة ألعاب البحر المتوسط، وانا من شهر واحد اللي فات وانا في معسكرات في ألمانيا وفي بولندا وفي بلغاريا وفي رومانيا ومعسكرات وبطولات، ومع العلم مع التنسيق مع الاتحاد، ومعظمهم على نفقتي الشخصية، وموجود دلوقتي في معسكر منتخب مصر. اتفاجئت ان انا اسمي متشال من دورة ألعاب البحر المتوسط، مع ان المدير الفني حاطط اسمين، اسمي واسم اللاعب ده لحين اجراء مباريات. المباراة دي كانت امبارح والنهارده، واللاعب ما لعبش امبارح والنهارده، لقيت الاتحاد لغى المباريات. كلمت رئيس الاتحاد قلت له، قال لي انا ما اعرفش حاجه عن المباريات دي. قلت للمدير الفني يا كابتن حسام، كابتن حسام مصطفى حامد، الرئيس الاتحاد بيقول كذا 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 كذا، انا ما اعرفش حاجه عن المباريات. قال لا انا باعت اسمين، بس اسمين للاتحاد، اسمك واسم الشخص ده اللاعب ده، و هيختار منهم واحد لحين المباريات اللي قلت عليها كانت امبارح والنهارده، واوريدي اللاعب ما لعبش والنهارده. رئيس الاتحاد بيقول انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده، ما اعرفش ازاي رئيس الاتحاد وما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا بهدي هذا الفيديو الى، طبعا نسيت اقول لكم انه محمود فوزي راح امريكا، دخل المنتخب الامريكي، بيخلص الجنسية، هياخد الجنسية الأمريكية أو الإقامة على الأقل الأول، وهيلعب لليو اس ايه. أدي هو لابس فانيلة المنتخب الأمريكي وهيلعب لصالح أمريكا في أولمبياد 2020. الكلام ده إحنا حذرنا منه ساعتها. طبعا فرج عامر رادد على صفحته بيقول إنه ملوش علاقة بيه وإنه هو ملوش ذنب وما يعرفش الموضوع ده، والكلام ده كله مش صحيح، وبينفي تماما علمه بهذا الموضوع. طيب ادي الجمل وادي الجمال. انا بطالب السيد وزير الشباب والرياضه ان هو يفتح تحقيق في هذا الموضوع. دي مش اول مره حد من